السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد نجيب معكم مرة ثانية. عفوا الصوت مختلف شوي. الحمد لله كنت بسلامة من بعد زكمة. خلونا نطلع الشريط اللي اختفى. طيب الشريط عندي يختفي طبعا إذا سجلت أنا ما أدري ليش. اليوم بتكلم لكم عن واجهة السينمان اللي هي تقريبا تم تطويرها من قبل لينكس مينت. مو متأكد من المعلومة لكن مدام أنها مستضافة وموجودة على linuxmint.com معناته انه تبعهم. الشيء الثاني انه بعض التخصصات والشكل هذا واضح انه تابع linuxmint لكن مو مشكلة ممكن تحصل على التوزيعات الثانية. اضغط على الداونلود هنا وراح تلقى الاشياء اللي ممكن تنزلها عليها اللي هي linuxmint. طبعا كل عليك تسوي انك تبحث عن السينمان. طبعا السينمان حسب معلوماتي معناته قرفة تمام. فراح تسوي قرفة على نعناع مع بعض يعني راح يطلع شيء ثاني. في عندك الابونتو كل عليك تضيفه المخزن، عندك الفدرة، عندك الأوبن سوز، كل واحدة لها شرحة طبعاً. يا لك من مزعجة. المهم عفواً الواجهة هذه كمقدمة بس حسيت أنا والله أعلم إنه جنوم 3 لكن تم حذف أغلب الأشياء اللي ما لها داعي. خلونا نشوف البداية القائمة قائمة من طبعاً الموجودة. تقدر تبحث من هنا تكتب اللي تبي. عفوا تكتب مثلا جيم انتر راح يفتح. في عندك بعض الاشياء ممكن تصلى من هنا اللي هو متصفح الخروج ناوتلس الى اخره. نروح للاعدادات من هنا. طبعا لحظة الشريط من هنا يجي بالشكل الافتراضي هذا. في عندك الشريط السفلي يمكن انك تعدل على الخصائص مثلا بين الاتاتوب. اختر بين الاتاتوب مثلا راح اطلع فوق. طبعا اوتو هايد راح يختفي لو انتم جايبين بين الاتاتوب. اذا اخترت فوق لازم تسوي اعادة تشغيل الواجهة. فكل عليك تسوي انك تضغط الت اف 2 وبعدين اضغط ار انتر. عفوا جات فوق. ممكن ايضا تسوي بوث يعني فوق وتحت. يلا هذا فوق. طبعا الغالبية يفضلون انكم تحت وانا مع غالبية من شدة في الناقل. طيب هذا بالنسبة للبانل. عندك الكالندر طبعا ما في شيء معين تحتاجك تشوفه. الاوفرفيو يب 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 يب. في عندك الاوفرفيو ايكون فيزيبل لو انك سويت الفار راح تبهين المكان هذا. راح تحصل انه في ايقونات تحت النوافذ لو شلته تروح عفوا موجوده مع اني فاهم غلط. طيب في عندك الاوفر فيو هات كورنر اللي هو هذا راح يختفي مثلك لو مررت الفارب هنا ما راح تشعي. في ترجع على الاعدادات مره ثانيه. في الثيم هذا عفوا نزلته انا اللي هو منتي. في عندك السينما الافتراضي هذا هو ما حبيت شكله. في عندك اذر سيتنجز اللي هن باعدادات ثانيه مثلا تقدر تختار ثيم مختلف للواجهة نفسها. ممكن ترجع للمندل الأفضل. طيب في عندك تأثيرات مثل ما انتم ملاحظين وفي في مؤثرات بريتي نيت. ايضا فيه تلعب معك شوي شوي ما قاعدين نشرح لك كل موضوع. كل عليك تسوي انك بس تختار تأثير وتجرب. خلنا نختار مينيمايز افضل. قبل شوي كان كذا وش الفرق. طيب ما ادري. ابلت في يجي بعض الابلت الافتراضية. طبعا الابلت اللي هنا البرامج المصغرة الموجودة هنا على الشريط اللي تحت يجي معه الاشياء هذه. ممكن انك تلعب على كيفك. لو خلصت لعب خربت الموضوع ريستور. ممكن تلقى الابلت عن طريق الضغط هنا قلت لي ابلت راح تنتقل لموقع لينكس مينت وتحصل ابلت ثانيات. اكستنشنز افتراضيا ما في اي اكستنشن. سطح المكتب ممكن انك تعدل الاعدادات مثلا تخفى. طيب الويندوز اللي النوافذ ممكن انك تعدل بالضغط. خلنا نفرض دبل كليك هنا افتراضيا راح يكبر. لو حبيت تغير مثلا الى شيد ما ادري ايش فرق شيد صراحه لكن خلونا نختار مينيمايز. الدبل كليك راح يصغر. مبجل افتراضي فونت خطوط كل عليك تغير الخط.
مثل ما قلت لكم انه واجهة سريعة. استخدمت على اول استخدام لي، طبعا الشكر كله موصول لاخوي رايد واللي دلل على الموضوع. بالنسبة لتغيير الخلفية ما في اي اختلاف، الواجهة نفسها ما تشيل يعني برنامج خاص تغيير خلفيات، كل عليك تسوي انك تستخدم البرنامج القديم change the skip background وخلاص. الى هنا تقريبا خلصت، قدم وجيب خلصت كلامي وقرقي. اعجبك الفيديو اضغط اعجبني الله يهينك، واشترك علشان تشوف كل شيء جديد وبلاش اطرار. ها يلا سكرنا، سلام. ناس جايين اظن ذكر انا فاتح متصفح ايه في ثيمات هنا، ما عليش نرجع في ثيمات هنا المحبين التغيير اشكال. طبعا تركيب الثيم مو باختصاصي نشرح الحين، لكن ان شاء الله مسهل ما يحتاج شرح. بس الى هنا خلصت تقريبا، نشوفكم ان شاء الله على خير. اذا زان صوتي ان شاء الله معي توزيعة مستقلة وليست واجهة. سلام.